الأستاذ دكتور ماهر الضبع، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. إزاي حضرتك؟ وحشتنا. الحمد لله تمام، شكرا. دكتور ماهر، يعني بدأت الناس تضع اهتماماتكم والعلم اللي حضرتك أفنيت فيه عمرك، بدأت تضعه في أولويات اقتصاد الدول، ودي مسألة جديدة أن يتم ربط الصحة النفسية بالاقتصاد والعمل على فك التشابكات اللي بتؤثر نفسيا على المواطن في أي دولة فمش بيعمل بشكل طيب. حضرتك بتشوف المنظور ده للصحة النفسية إزاي؟ يعني طبعا بصرف نظر عن الجانب الاقتصادي، طبعا الجانب الاقتصادي ده مهم علشان يتحط فيه دعم للأبحاث وللأدوية الجديدة. أيوة. ده حاجة مهمة قوي في العلم ده تحديدا. أيوة. لكن الحقيقة المريض النفسي مظلوم جدا على مر العصور. أيوة. وفي بلادنا بوجه خاص مظلوم جدا. يعني لو أي حد كسرت رجله هتلاقي ناس بقى تيجي وتتعاطف وتنضيله على الكبيرة، ومش عارف لو واحد أصيب عنده مشكلة في الدم ولا معرفة، هتلاقي من يتعاطف معاه ويزوره ويهتم بيه. لكن لما تلاقي إن حد عنده اكتئاب أو قلق زائد أو سلوك فيه تكرار زي الوسواس القهري او حاجه زي كده، قلما هتلاقي الناس تتعاطف معاه، ودايما الناس هتحاول كده تبسط من القضيه، او لا يا شيخ كده بقى اطلع من الاكتئاب وتعالى وهزر وانزل معانا ومش عارف ايه، يعني بننتفح المشكله النفسيه وعايزين الشخص ايضا يبص لها انها تافهه. فوضع صعب جدا، انه حتى في مرضي انا مش شايف اي نوع من التعاطف مع الاخرين، كل الناس مش معترفة بمرضي، لكن بتسميه دلع، بتسميه تخاذل، سلبية، دواكل. بس كويس، ده دي مرحلة متقدمة. زمان كانت بتسميه يعني مثلا عفاريت وحاجات زي كده يعني. فدي يعني مسألة علاج المرض النفسي مسألة مش متأصلة في ثقافتنا لغاية دلوقتي. أنا مع حضرتك تماما طبعا. بس يعني معلش أنا بزود الطينة بلة وبقول لك إلى يومنا هذا ناس في يعني ناس متعلمة ومثقفة ما زالت بتقول عليه عفاريت وأرواح نجسة وحاجات زي كده، أي مرض نفسي واضطراب نفسي، ناس كتير جدا تشير على الإنسان ده بدل ما يروح لطبيب أو معالج نفسي يروح لحد يطلع الروح العفاريت ولا الروح النجس. شيء مؤسف الحقيقة أنا ده بيحصل، لكن ده حقيقي تماما، مع إن المريض النفسي ده ضحية للمجتمع وظروف المجتمع القاسية، وضحية للتربية اللي زي الزفت، وبنحط في ذهن الطفل أفكار كتير عن نفسه، إنه هو مش محبوب، إنه ملوش مستقبل، إنه مش مؤدب، إنه هو مش هيفلح، ولا ونستغرب بعد كده إن عنده اضطرابات نفسية وإحساس بالدونية وإحساس بالرفض، بنهمل العيال وما نحبهمش، نتخانق وما ويبان ليهم انه البيت بينهار، وبرضه يعني احنا اللي عاملين المرض النفسي. أيه. في اغلبه الا أيه. لو كان المرض نفسي عضو يعني جاي من منشأ عضو، ومع ذلك لا نتعاطف معهم في مرضه. دكتور ماهر، كل سنة وحياتك طيب، ونتمنى من خلال مثل هذه الـ يعني المداخلات الهاتفية والفقرات في برامجنا ان احنا نكون بنزود الوعي بأهمية الصحة النفسية والعلاج النفسي. بشكرك جدا استاذ دكتور ماهر الضبع، استاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية.